مساء الخير. كل شي نقوله بهذا البرنامج هو من باب الشقة، ما عندنا أجندة ولا مستهدفين أحد. قلنا أحسن من هاجر نظل نداهر السياسيين، بل كيهجرون على حسابهم، واللي يزعل من عندنا يلزم الحايط الموجود بالقناة ويكتب شكوته. ملاحظة، برنامجنا للكبار فقط، قوموا نمو جهال. على مقربة من محيط الموصل تتواصل العمليات العسكرية بمحورين. البيشمركة سيطرت على عدد من القرى كانت بحوزة داعش. سلطات إقليم كردستان أبرمت اتفاقية مع واشنطن نصت على دفع الأخيرة مبالغ مالية للبيشمركة مقابل مشاركتها في تحرير الأراضي. إذن مخطط تقسيمي تسعى لتنفيذه حكومة الإقليم والنجافيان أثيل وأسامة من خلال احتلال الموصل. جدد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان دعوته إلى الانفصال عن العراق. دعوة البارزاني إلى الانفصال لطالما جوبهت برفض شعبي في المناطق العربية وعدم إجماع في المناطق الكردية أيضا. التحرك باتجاه عزل سهل نينوى عقب سيطرة البيشمركة عليه والأقضية كسنجار ومخمور أبرز ملامح المخطط هذا. حلو واحد يستفتح البرنامج بهيج فيديو. نرحب بالمشاهدين بحلقة جديدة من برنامج ولاية بطيخ. الحلقة اللي فاتت كانت حلقة استثنائية بدأت يوم الاثنين، احنا مستمرين من هذا الأسبوع والأسابيع القادمة. حلقتنا راح تكون يوم الخميس لحد ما ننتهي من الموسم الثاني. هواي اكو أشياء بالدنيا ممكن واحد يتخيلها، يعني ممكن واحد يفتح البين سبورت ويشوف ميسي ورونالدو صاروا بفريق واحد، جائز. يعني ممكن واحد ينزل ألبوم جديد للفنان كاظم الساهر كتاب الحب ويلقى كاظم مسوي دوته ويا يونس العبودي، واردة. بس ما الواحد يعني يتخيل أنه السيد البرزاني وآل النجيفي يتفقون حول مصير الموصل بعد داعش، هاي العقل مدى يشيلها. يعني العداوة بين النجيفي وبين السيد البرزاني وبين السياسيين الأكراد كلهم عداوة قديمة. الهدف يقول لك أنه يريدون يسوون الموصل ثلاث محافظات. ليش؟ تريدون يعني تكثرون فرق الدوري العراقي مثلا؟ لو مثلا يعني عاجبكم أنه محافظات العراق تصير 20 تخت، زين هن من راح يتقسمن؟ راح يصيرن 3 موصل. شو راح تسموهن؟ يعني حتسموهن مثل موبايلات الموصل وموصل جالكسي نوت وموصل بلس؟ ما جاء افتهم الموضوع شلون راح يمشي. الفيديو الثاني اليوم ويانا اللي راح نشوفه عن الاسماء الوهميه بالدوائر الحكوميه. قال مصرف الرافدين العراقي انه وضع اليه محدده لمعرفه الموظفين المشمولين بالسلفه. بعض، واشدد على كلمه بعض، استغلوا مكانهم داخل المصرف في الحصول على قروض وهمية بأسماء عجيبة. سيبس أبلت بتبلاب أتبلتب، ورقم الهوية 4 واحدات، اسمه عتوي بزون شلب مسودن، واسمه ضبعة واوي ذيب. شنو هاي حديقة الحيوانات؟ طبعا هذا اللي مسمي هذا الأسماء الوهمية يعني مو بس حرام، حرام وحشاش، لأن الأسماء المختارهن بالاسماء الوهميه بالفيسبوك من الجاهل. السلام عليكم. السلام عليكم. حبيبي. انا اسف اقتحمت مكانك، بس اعطيني موسيقى بسرعه. اعطيني ايه بسرعه. اعطوا موسيقى بسرعه. انت شنو هالاسماء مال الفيسبوك؟ ايش تحكي انت؟ انت شايف ايش يصير بالفيسبوك لو لا؟ والله شايف لو لا انت؟ لا سرعة خلاص. وحده مسميه نفسها زهرة الصباح. ليش؟ يعني مثلا ما راسلش بالفيسبوك بالليل؟ ها؟ لا تحدد الوقت. زهرة وقبل. لو انت علي مسمي نفسك محمد شارجر، وين السويتش؟ ها؟ وين السويتش؟ لك لو ما تروح تجيب الكيات انت حريقه. لو هذا الاخ اللي كرر اسمه بالفيس احمد
وسام وسام، محمد محمد، هذا اسمك لو دقعدوك منه؟ عوف الأوراق، اسمك لو دقعدوك منه؟ يا أخي ما يصير هيجي، أنت اللي مسمي نفسك بالفيس علاء نيمار، بشرفك أنت عرقان بدريس ها؟ لاعب داعش بداعش، عوف الولد على صفحة، تعال البنات وحدة تطب على بروفايل ايش تلقى مكتوب؟ ايش تلقى مكتوب؟ شكل الماء يعجبك يعجب امه هواي. تعرف شنو هذا؟ حتى سووا عليه مثل. اقول المثل اقوله؟ اقوله؟ عيب عيب والله. اللي قرني بعين ام الغزال. زين هسه زين؟ دوقف يا معود وين قعدت انت؟ رجع الموسيقى بابا. انا ما كتلتني بس هاللي كاتبه بروفايلها. صديقة الكل ومو حبيبة احد والخاص للطوارئ فقط، بعد فد مرة دلينا المخارج مال طيارة وهاي مال اكسجين شلون نستعملها؟ ام كفشة لو هاي هاي اللي كاتبة اي انت اي اي انت كاتبة الخاص بلوك بامر دولة حبيبي وانت حسابك برايفت وعندك 5000 صديق حبيبي تدري؟ حبيبي تدري؟ حبيبي تدري؟ حبيبي تدري؟ خير الله اكبر عليك لا حول ولا قوة إلا بالله سوى بالمكتب لو باقين على تقسيم الموصل هو أحسن موضوع الحلقة اليوم هو عن العشائر وشلون بعض الأشخاص استغلوا السلطة اللي تمتلكها العشيرة وسووا روحهم شيوخ وقاموا يتأجرون بفلوس وضيعوا هيبة المشيخة عدنا على هذا المثال أكثر من صفة راح نسويها شكو انت هسه تتقدم واني يعني ما اريد ازرع بداخلك تفاؤل سلبي قول افتهم التفاؤل سلبي بس فضني اريد اقدم شو تريد يعني انا كان رحت هسه بس بس الموضوع ما يتحول يعني ليش يعني ليش ما يتحول مثلا وكاله اربيلي ما بي سنويه لو شنو بالضبط لا يعني ما يتحول تاجيل لازم احكي هسه زين اوكي ممكن بس اقدم هاي الفقره وراها نسولف شو اقول لك على قولة فهد نور الزين خويا تعور الفرق اقول لك فهد نور ونور الزين غنوا اغنيه سو ما حولوا جناسي يعني تفضل خلي اكمل شغلي هاك انت تفضل هاي استقامتي انا بعد ما اقدر استمر بالبرنامج اقول لك هذا الخط شي فهمه قال شنو استقامتك والله بالضبط بسم الله الرحمن الرحيم بعد التحيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله بالخير اغاتي اما بعدين فارزه لحظة بالله أنت كاتبة الفارزة؟ للتوضيح أوكي أود أن أتقدم نقطة نقطة لحظة كاتبة نقطة نقطة؟ يعني حتى أوضح لك كل شيء زين بطلب استقامة لظن السوء بحالة الصحية وفقا للتقارير الطبيبية التي أكدت إصابتي أنا زين غسان والد كل من زينب وزينة وشهم وشقيق كل من ابن عمي أمير وأنيس ولكم الأجر والثواب أنت أمير وأنيس معتبر مثل أخوتك أقول لك بابا هذه سوليها على وصلة سودة وتجيها باكر حتى تعلقها باب القناة بابا هاي مو استقالة هاي أكتب لك يا خطاط مال فواتح شنو الموضوع يعني أنت افتهمت أن أنا مريض وأريد أبطل زين هسه يعني بس أريد أفتهم التقارير الطبيبية هذه إيش قالت لك بالضبط اسم الله عليك من الحسد طلع عندي مرض خطير زين هذا المرض يعني جب جسمك لو خلى عينه علي بالضبط يعني مو طلعت نتائج الفحص الرنيني زين فطلع عندي ظروف بالدماغ ها افتهمت يعني دماغك ما راح يقدر يدفع ايجار شهر الجاي غير اهو تعال طلع هالعجينة من هالزاغور يعني هذا شي فهمه حبيبي يعني عندي تقلص بالدماغ يعني بالايام السابقة راح يضعف تفكيري زين. تركيزي زين. يعني حتى ذكرياتي تبدأ تضعف زين. فما أقدر أربط بين المواضيع أقول لك من يوم اللي عرفتك وعرفتني أنت ما تربط بين المواضيع والناس بتعلم عن الموضوع شنو القصة؟ لا هسه من كنت يعني مثل جملة ما أقولها صح تفتهموني شنو قصدي زين. بس هسه موضوع وموضوع ما راح أقدر أربط بعد تركيزي يروح هيك يشتت زين هذا شلون جاك هذا الموضوع؟ طلع لي ورث يعني جتك فلوس فزيت وصار بك هيك تو شنو؟ لا ورثته من أجدادي يعني ها يعني قصدك بالوراثة طلع اي 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 زين هسه شنو اعراضه بالضبط يعني مثلا ذاك اليوم اخذت تاكسي زين نزل لي الجامع قلت له الو طول مطلوب هسه شنو انا اريدك تقبل استقامتي زين وتعتذر لي بالميانة عن كل الكادر يعني راح تفشر عليهم لا قصدي يبروني الجثة يعني احنا واحدنا باكر نهايته شبر واربع دقائق يعني انت راح تموت بالوقت الضايع مثلا اي والله شبيك لعد منو ما توخذ لفه وياه انت ضامن عمرك انت
هذا ابو الهيل ذاك اليوم سلبوه اجاني يرجف يرجف خطيه. زين قلت له تعال خذ لك راجدي. لك انت وين وصل حاله عندك؟ لا عاد ايش عبالك، هو المرض بالايام راح يزيد، العداني ليش اريد ابطل غير على موتكم؟ لك بابا انت ايش تفيدني اكثر، بس فهمني انت ما انطوك علاج ما انطوك شيء؟ اي اكو، بس شنو الفائده علي؟ يعني الماي سوقه مرضى على سوق الغزل ما ينفع. اهم شيء راح احتفظ بهاي الاستقاله العظيمه. زين احنا مثل ما قلنا انه موضوعنا اليوم عن العشائر، واكو بعض الاشخاص استغلوا هيبه هذه العشائر وسلطتها، فبداوا ينتحلون صفه شيخ ويتاجرون بفلوس وقللوا هواية من هيبة المشايخ. ايقف 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 الله يملحك انت والشيوخ الجاعدة تقيمهم حرمة مثل هاي، لا ظل تربق علي وتثرد بسد اللقن. ما يصير هذا، ما يصير هذا الحكي. انا جاعد هنا من الصبح ناطركم، من الصبح جاعد هنا انا، اريد اشوف انتم اللي جبتوهم هذول من برا وسويتوهم شيوخ براسي، جاعدين يتمشون وراهم اثنين ثلاثة. لا ظل تخربط، لا ظل تخربط بالحكي. هقطي هقطي ابن الهقطي على ابو هيك شغله تعبانه. انت شيخ حج عقال وسبحه ادري شنو مسيخ وما مسيخ. شو انت بعدك زعطوط حج يرحمه ابوك مطلعني فئات عمريه وما فئات عمريته. انا ارد اجرك حج ادري شنو، انا بلاي ستيشن وتاجرني؟ اختار كلامك يا حجي، انا رجال على باب الله اطلع وياك يوم كامل. انا ارد اجرك نص ساعه حج، ماكو نص ساعه، لك اربع ساعه. ما اخوي ايش تعامل ساعه حج، ما يصير هيك ساعه وربع حج، توقف راح مال وادك، ماكو شيء تعاملات هاي حج. باوع راح اعطيك اللسته مالتي حتى لا تتعبني ولا اتعبك. انا اطلع وياك اذا كان الفصل قتل متعمد مع سبق الاصرار والترصد اخذ 10 ملايين ونص. ابوك قتل متعمد مع مو سبق الاصرار والترصد اخذ 5 ملايين. امك حادث سير يطول 4 ايام اخذ عليه 400 دولار. خلطك الشقره. اذا كان موضوعك سرقه قناني مال غاز تطول 3 ايام اخذ عليها 150 الف دينار. عمتك الجقبه. اذا كانت مشكلتك على طيور اخذ منك 300 الف وتطول عندك 4 ايام. لك تجبن نقلك يا طيور يا طيور، اجاك على موضوع عرض. عرض حلو فلوسه زينه، قول ايش عندك. لك تحارشه باختك صبيحه. وين تحارشه باختك صبيحه؟ بالفيسبوك. حلو، يعني فصل الكتروني. لك صبيحة عندها حساب. شو اسمها؟ دلوعة زيونة. يعني بيتكم بزيونة حجي؟ لا بالفضل. ما جاعد افتهم شي، هذا يثرد بسد اللقن. حجي شنو صورتها على الفيسبوك؟ هيفاء وهبي. الله يملهك الله يملهك يا حجي. حجي شلون صارت المشكلة؟ زحف لها واحد على الخاص. ايش كتب لها؟ مرحبا اختي. الله يملهك والله جاعد كشي ما افتهم على كلامك. هذا مو زحف يا حجي، مو زحف. بعدين صبيحة هي زحفت له. انا اخوك. قامت تحبه وتخابره على الخدمه. يا يابا. بعدين جاي يخطبها. ايه هو شافها منه انا وراح طفر منه. الله يملهه الله يملهه. جرح المشاعر صبيحه الله لا يوفقه من سير النعال. هي ايش قد عمرها؟ صبيحه بعد يحديثه. ايش قد عمرها صبيحه؟ اكبر مني بعشر سنين. والله من الله يملهك انت وصبيحه. الله العظيم هاي مومياء، هاي مو مره هاي. لك تشب ملقلق هاي صبيحه مو مثل النسوان هسه. شبيها صبيحه مو مثل النسوان هسه؟ تغسل شعرها بتايت. لك فرش سنونه بقاقة جام. نخوك تقص ضفره بالبلايش وتحط ريحه دهن فيكس. يا بي الله يملاكم. انا اللي اخذ من الفصل. تاخذ من الفصل حجي، لازم تطي الفصل للعالم انت. لك ملقلق انا اندليت بيتهم ورحت طيتهم عطوه. انت شلون تطي عطوه حجي؟ ما يصير، هاي التفاصيل مو هيك ترتيبها. ايش قد طيتهم عطوه؟ ساعه وربع. هذا ازدحام جادريه لو عطوه. الله يملهك يا حجي. حجي عوف السالفة وراي وانا اجيب لك فصل مربع. ليش مو فصل مثلث؟ حج هو درنفيس او ما درنفيس الله يملهك. اي والله انت مبين عليك شيخ فارغ، انا راح اروح ادقهم. لك شدكم حج، انت بندقية ما بك حيل تشيل. عندي مسدس. منين لك مسدس؟ عندي مسدس تسعة ناطق. تسعة ناطق شنو حج؟ عربته لو بعد انجليزي هذا تسعة ناطق. هذا المسدس. بعدين هذا 13 مو تسعة ناطق. لا بالله قنجر. لا حج لا حج ابو هيك شغله. انا اخو صبيحة. بعض الممارسات الخاطئة للناس اللي يستغلون سلطة العشائر وصلت إلى مفصل مهم بحياة الناس، وهي الصحة. الأطباء، بعض الأطباء قاموا يخافون يسوون عملية لأنه ممكن المريض يموت بإيده ومن تخسير من عنده، فبالتالي راح تجي العشيرة تطالب به. هذا دفع بواية أطباء أنه أصلا ينهزمون من العراق، وبعض المستشفيات بقى بها ناس غير أكفاء وقاموا يموتون الناس بفعل تقصيرهم فعلا، ورجعت مرة ثانية التفت عليهم العشائر.
لك هذا وين هذا؟ لك طلعوا، لك طلعوا، انتوا طلعوا، لك طلعوا، لك قتلت اخويا، انتوا طلعوا، لك اطلع، وين هذا بالبيت؟ وينه؟ سلام عليكم. لك يا سلام عليكم، لك منكم قتل اخويا، قتل اخويا منكم. اليوم اقلب الدنيا اليوم. شكو؟ لك وينه مشعل؟ مشعل وينه؟ مشعل اللي يشتغل بالمستشفى وينه؟ ها؟ لك يقول لي ها، لك شنو الفهاوة؟ لك مشعل وينه؟ ضروري. لك قتل اخويا ويقول لي ضروري، وينه مشعل؟ أنا مشعل. لك أنت مشعل، أنت التافه اللي قتلت اخويا سعاد. أنت أخو سعاد؟ إي أخو سعاد. أنت رعاد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه؟ لعد وين وعاد؟ وين معاد؟ وينهم لعاد؟ لك احكي وياي فهمني، شلون قتلت أخويا سعد؟ ها؟ لك يا احكي شلون قتلت سعد؟ مو أنا دزوني بالصيدلية. إيه؟ أنا افتريت الدنيا كلها. إيه؟ وصلت للصيدلية. ليش افتريت الدنيا كلها؟ لك دزوك على دم، روح جيب دم من مصرف الدم وتعال. ها؟ لك يقول لي هذا قتل، لك قتلني مودي، مودي هذا مودي. صدق أنا ليش افتريت؟ ليش افتريت؟ والله ما أدري. لك المن أسأل لعد؟ أنا مو وصلت هناك. إيه؟ للصيدلية. إيه؟ صفنت. ايه؟ قلت شي ويا روحي. ايش قلت؟ هاي شنو؟ والله نسيت على شنو دزوني. وراها سويت؟ رجعت لهم. ايش لقيت سعد شبيه؟ بعد له شوية ويموت. وش سويت؟ قالوا روح جيب له دم. وراح تجيب الدم لو لا؟ ايه افتريت الدنيا كلها، يلا وصلت للصيدلية. لك ابني ليش افتريت الدنيا كلها قبل على مصرف الدم وتجيب دم؟ اي صدق ليش افتريت الدنيا كلها؟ بعدين شافني الطبيب قال لي بدربك جيب مغذي الوحيد. يا وحيد هذا؟ ما تعرف وحيد؟ لك ما اعرف شي، عرفني بيه. اخو فريد ادلك بيتهم اذا تريد. وصار؟ رجعت. ليش؟ غير جبت المغذي. غير تودي الدم لعاد السعاد، وديت له مغذي ليش؟ ليش هو سعاد راد دم؟ طبعا راد دم. لعاد من هذا مات خطية. لعاد انت الدم وين وديته؟ وديته الوحيد. لا حول ولا قوة. بس لا مات هذا خطية. خرب حظي الاسود طاخ، خرب حظي المخلص شحن. هو انت العالج الوحيد؟ اي هو العالج هو. لك هذا اللي بداك يعالجه اللي ابن عمي ويروح من ايدي. لك انت شلون تجيب له الدم بدال المغذي؟ السلام عليكم. لك يا سلام، لك انت شلون تجيب له الدم بدال المغذي؟ انت اخو من؟ لك انا اخو وحيد. انت سعيد؟ لك شو عليك انا منو؟ اليوم اكلك اكل، اليوم ادز وجهك سفري، لك وحيد راح من ايدي. يعني انت اخو وحيد؟ ايه. لعد وينه مجيد؟ بالله هذا ايش تحكي وياه؟ لك بابا قول لي شلون مات ابن عمي، شلون راح؟ ليش هو مات وحيد؟ ايه لك مات. وانت شو بسرعة جيت؟ لعد وينها سيارتك؟ لك انا عندي سيارة؟ وين عندي سيارة؟ لك انا جيت بكية بيها ستة مساء الحين، وثلاثة يدخلون واثنين يحجون بالسياسة، تقول لي عندي سيارة؟ لك لو الله خالقني جيب المثلثات ولا هاي العيشة. ليش عود جيب المثلثات؟ لين يحطوه بالثلاجة وما حد ياكله. دخل لك قتلك. تخيلوا انه اكو بعض الاطباء الزينين الكفؤين اللي موجودين عندنا بالمستشفيات قاموا يوقعون اهل المريض على تعهد بانه اذا مات المريض هم ما لهم علاقه. وين وصلنا ليا مرحله؟ اكو موضوع كلش مهم نريد نسولف به ما دام احنا بايام الاعياد ومر علينا عيد الاضحى المبارك. الشباب اللي يرقصون بالزوراء او في اي منطقه بها ترفيه، اي مكان بيه ترفيه، الناس يسموهم المان ويسموهم ايرلنديين. يا اخي عدكم وياهم موضوع جدي هسه، مو داحشش حتى ادخل غير دخله، لا موضوع واضح. شاب جاي لابس لبس عاجبه، صابغ شعره بالطريقه اللي عاجبته، ودير يرقص ويتونس، وين المشكله الموضوع؟ ها
هذه ظاهرة موجودة بكل العالم، تروح بأوروبا، تروح بأمريكا، بأي مكان راح تلقى شباب يتجمعون بيناتهم مناسبة بدون مناسبة ويرقصون. ذول الشباب في بعض الأحيان لما واحد من عندهم يروح يصير ويا داعش أو يصير بالميليشيات راح تجي تقول لك شبابنا خربوا، شوف شلون ذول ما حد لقاهم يحتويهم، هو يريد يفرح، يريد يتونس، ما مأثر عليك بشيء. إذا أنت ضايقك، ضايق عائلتك، أكو شرطة، تروح تقول للشرطة هذا ضايقني، يسحلو. إذا أنت شايفه بهالمكان هذا هو متجمع ويا أصدقائك وبيناس يرقصون حلو بطريقة حلوة، يعني إذا هم قاعدين هنا أنا يرقصون ابتعد عنهم، روح مكان ثاني. إذا تشوف إنه الموضوع هذا مأثر عليك روح مكان ثاني. يا أخي هذه الاتهامات الأخلاقية لهم بأنهم بمشكلة أخلاقية، لا هو ما مأثر عليك، هو يرقص وصابغ شعره، تلقي هذا سنة كاملة هو يشتغل عمالة مثلاً، وهاي الخمس ست أيام اللي مرت عليه هو جاد اللي يتونس، ما دام ما مأثر عليك فأنت ما عندك أي حق عليه. أقدم الفقرة ونرجع نرقص براحتنا. آسفين. ترى بقى أقول لك شغلة كل بالكواليس عاجبهم يرقصون. أوكي. آسفين. فتفضلوا. راح نقدم فقرة عن أكثر الشخصيات المكروهة عند المجتمع العراقي، وأول شخصية هي شخصية أبو المولدة. ككادر عمل تخيلنا إذا يتزوج أبو المولدة شلون راح يزف أبو الذوق؟ لك مبروك مبروك بكرة، والله فرحت لك. بس شو يريد من عندك؟ شوية خوف على الناس بعد بالمولدة، راح تتزوج أنت. والله ما أقدر. تسويت ما تسوي حبيبي، مبروك مبروك بكرة، مبروك قلبي مبروك. ما قصرتوا. لك هاي باع منو جه؟ باع منو جه؟ باع منو جه؟ هاي منو جه؟ هلاوي هذا منو عازم؟ هذا راح يخزيك هسه. هلاوي انا ما عازمه هذه. يعني عرس ابو المولده، يعني فكره ابو السحب، يعني التخفيص، يعني الوليه، يعني الحقارة ويا الناس. اليوم الله شيل راسه، جبت له فرقة بمئة ألف والله حبيبي، درهم ما قبلوا ينزلون. واجبك واصل، بس روح خلينا نروح زفافة. اليوم الله شيل راسه وهوس له. اليوم المنطقة كلها تشهد شلون أهوس له. هوس له هلا، هذا الزين هذا الزين هذا، وتشهد أطباعه. رحم الله والديك. كفو كفو. من تطفى يشغل ورا نص ساعة، ومني حقر ويا الناس طرقاعه، ومني حقر ويا الناس طرقاعه. يبدل جوزه بجوزه، يبدل جوزه بجوزه، وتخرب كل اجهزتي البيت. يبدل جوزه بجوزه،
عرسك هذا عرسك. كافي يا اخوي كافي. عرسك هذا عرسك، عندنا فرحة وعيد. زين. ولو مو ابن وادم ساعة التسديد. علاوي بس هاي وخلي يروح. راس الشهر يوصل يشتغل تهديد. راس الشهر يوصل يشتغل تهديد. شنو جماعتك آه. ويطفيها لو ساعة تأخر يطفيها لو تأخر يطفيها لو تأخر. أبو الديوان أبو الديوان يفرح البزماطه، ومثلك كذب ما صار مقطاطه. أكيد والله والله صح والله صح. تقط بالفقير وهو بقماطه. الله آه. وزين تقطع البارد، زين تقطع البارد وما تتوازى وحار بحار. زين تقطع ما تتوازى. يلا امشي بيت العروس اليوم هناك. لا حبيبي اليوم اقلبها قلاب. لا رحم الله والديك ما قصرت، اذا تروح ويا البيت العروسه لا انا اسحب نفسي. يلا امشوا قدام البيت العروس. يلا امشوا يلا امشوا. انا بطل في مالنا. يا الاشقر يا وسام يا الزميره يا الزميره يا الزميره يا الزميره. بس لحظه لحظه لحظه، الموضوع خو ما بيه عنصريه وطائفيه. لا الموضوع عاطفي، انت مالك علاقه كمان. يا الزميره يا الزميره يا الزميره يا الزميره. الاجدام ما ابو واحد ايدي اطلع. على طارب المولدة، دائما رب العالمين يسلط ظالم على ظالم مثل ما يقولون، وإذا سلط كامل مفيد على ابن مولدة ايش راح يصير؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. شلونك حبي؟ هلا وعيني. شو اخبارك؟ هاتي اقول يا ابي ليش نطفي المولدة؟ اشتغلت العطلات. دريح حبيبي دريح. عطلات قلت لي بس قبل ساعة طفت الوطنية، يعني ما لحقت تحمي. أقول لك حبيبي رحمة الوالديك، المنطقة كلها تعرف الجدول مالي شنو. أني كل أربع ساعات أريح ساعة. أدري أنت مو خذ ذهبي 24 ساعة تشغل. أقول لك حب رحمة الوالديك، غاز منين أجيب لك غاز أخلي لك بيها مي لبلبي؟ غاز لك اليوم أسلمك بيد الخباز، اليوم أبتشي عليك الإعزاز. ما يخالف حبي زين. اوكي متفقين، بس ليش الفجر ثلاث ساعات طفيت؟ اقول لك حبيبي رحمه الوالديك، الفجر اشتغلت المنطقه نصين، شلون بالله شغل مولده على مود 200 بيت اني؟ لا يا ابو شغل على مود 200 بيت، لك اذا ما خليتك تشغل على مود بيت شعر انا اعلمك. ايه هذا القياس مال الرياض، مال الرياض. زين هسه تالي شلون؟ راح تشغل لو لا؟ تالي بقيت تنقنق هواي وانا عندي شغل دايخب هاي من الصبح لي هسه، شيل خطك وروح لغير مولده يلا. لا أنا ما راح أشيل خطي، أنا راح أشيلك أنت والمولدة شلع قلع. ليش يابا منو حضرتك؟ لك أنا ضابط داخلية واليوم قلبت شهرتك علي. لك أنا كامل مفيد العلم، اليوم أقطك بت القلم. شنو حاط المولدة على الرصيف؟ هذا متجاوز، شلون تحطها على الرصيف؟ وين أخليها قابل بالسطح غير المولدة؟ تحطها بالبالكونة، تحطها بالسطح، هذا مو شغلي، هذا رصيف. باوع عليك، اليوم أقطك ومكان المولدة حطك، افتهمت لو لا؟ دلل. زين وهاي الوايرات مالتك البرا المدندلة على العالم، ما تخاف واحد يطخها وينتل ويموت؟ سيد رحمة الوالديك وايرات ما سحب، يعني وانا اخليه هنا تفهن جوا القاع لو احطهم بجيبي؟ الله يا كوميدي، الله حلوة هاي مال تحطها بجيبك. عجبتك سيدي؟ طبعا. والله اقول لهم انا لوتي، اقول لهم انا لوتي ما حد يصدق والله العظيم. شوف يا لوتي، اليوم اعقد شيرتك واعدلها بالاوتي، لك تندجس المعلق. اي سيد اندله. اليوم اعلقك بمكانه، لك تدل النفق مال باب الشرجيه. اي سيد اندله. اليوم اسحلك ببغداد الجديده. سيدي والله العظيم حقك، سيدي انا راح ابث لك مباشر. شنو؟ بث لي مباشر؟ وفانيلتك مزرفه ونرجيلتك وطلبات الاغاني وضوجه تعال نسولف، لك شو اسولف وياك انت واحد تافه بلطلط. لا سيدي مو هذا قصدي، اخلي لك الواير اربطه مباشر وش تشغل شغل بالبيت. باوع. راح اقول لك شغله واحده، انا ما ارد اظلمك. المثل شو يقول؟ شو يقول سيدي؟ الدنيا تريد والآخرة تريد ولك لا
والمدير يريد والمعاون يريد والضباط تريد وانا اريد. ايوه ايوه انت تريد. ايوه ايوه والله والله سيد التغلط. شاب سفلنقي. هاي سفلنقي شنو يعني؟ يعني سافل يا كلها لينكي، انت مالك علاقه. باو عليك اليوم اقطك من اللوزه واشدك بمكان الجوزه. تقدر هاي الوايرات اخذ عليها المليون مقطوعه حقك، والمولده ارضيه اخذ ايجار 750 الف كل شهر. سيدي والله هذا ظلم، هذا الرصيف مال الدوله. لكاني كامل مفيد ابن الدوله، حتى الرصيف بسمح حوله. الله. ختام الحلقه، اتمنى انه العيد مر عليكم بشكل ممتع وسعيد برغم الخطط الامنيه العظيمه اللي صارت واللي قطعت اغلب مناطق بغداد. اللي سويناه اليوم هذا الجو الاحتفالي، حتى نقول انه دائما اي دعوه للفرح احنا وياها، مو معناها ندافع عن الناس المتجاوزين من الفئه اللي سولفنا عليها، لكن احنا دائما نبحث عن الفرح اينما كان، نبحث عن السعاده، عن مسببات الفرح والسعاده. اقل هذول الناس هم طالعين فرحانين، نيتهم انه يعني يفرحون ويخلون الاخرين يبتسمون. اما اذا واحد من عندهم ارتكب اي شيء ضايق سوى مشكله، فاكو شرطه بالشارع. اي بس لا تقول لي ايرلندي والماني، تمنين يعني بالاخير التمنين. هدي علينا شويه، خف علينا، ترى كلنا مننا يعني، ترى كلنا مننا. اوكي حلوه هاي مال مننا، عجبتكم؟ اوكي اليوم راح نقدم شخصيه جديده، احنا كل حلقه راح نحاول نطرح كاركترات جديده. قبل ما اختم الحلقه احب اقدم لكم الشخصيه الجديده اللي راح يقدمها اموري، لكن هي مو بالصفات اللي تعودنا من اموري انه نشوفه دائما هو لوتي وابو بنات لا، اليوم طالع بشخصيه توفيق القافل، ونتمنى انه تعجبكم شخصيته الجديده. وبالختام نقول لكم في مال لا، واستمتعوا بالمشهد الجديد في مال لا. احنا اليوم في جوله راح نكون مع المواطنين في اول ايام عيد الاضحى المبارك، راح نستطلع معاهم الوضع الاقتصادي والامني والسياسي وتاثيره على مزاج الشارع في هذه المناسبه. ابقوا انا بهذه الجوله. اوكي اوكي يلا بس تعال شوف هذا شلون راح اقولها. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ هلا حبيبي. هاي شنو صاير فيك انت؟ شكو كلش يعني وضعيتك مو زينه، شنو وجهك انت؟ شو دخن؟ انا دخن قلواز. لا بشرفك، هاي جناس مال ابو ذيه مو جقاير. بعدين انا اللي قلت لي قلواز، اقول له احترم نفسك لك، هاي احسها غلطه يعني. انا اسف، شو اسوي هسه؟ حبيبي هاي جقاير تخبل، دخنها تستقر وضعيتك. شوف شوف جربها اذا تريد. ابي ايش الباكيت؟ ورخيص ب 500 دينار. اعطيني بعد واحد. هاي بعد واحد وتدلل. اوكي. دخليها. لا خذها حبيبي. شرفك. على باب الله. اشققها والله اشققها. وين اشققها؟ بالجنطه بالجنطه. بعدين انا شو مسوي بروحك؟ هاي كتبت شعر في الحركه مال مندوب. اي شنو هذا؟ الجقاير والتتن لف لي ولف لاك، ولف لامي ولف لاختي ولف لاك، الشوارع كلهن نسدن ولف لاك. بس هذا نقص. لا انتظر شوي خلي استدير لك. وساحه النصر يحسبوها في الك علي. بشرفك، هي استداره يعني يحسبوها في الك ما يصير يعني. صحيح. لا واقفه بعدين. السلام عليكم. عليكم السلام. بس ممكن خصتك لقاء بس. الله يخليك. تفضل حبيبي. تفضل هاي الكاميرا مالتنا. دخذ لك تكه للجهال. يابا شنو بيتزا ياخذ تكه للجهال؟ زين احنا بالبدايه رحب بيك. اهلا وسهلا. احنا بدنا نسوي جوله بالعيد وعندنا مجموعه اسئله نريد نسالك اياها. اول سؤال يعني شو تقول على الوضع الاقتصادي المتدني المتردد المواطن العراقي يعني؟ والله العظيم صح، ويجيك يقول لك الشعب العراقي ليش يدخن؟ يعني ليش؟ حبيبي بس ممكن لا تتدخل لانه يعني عندنا لقاء هذا تلفزيون. انا اسف والله العظيم. يعني ما بدنا نحكي بالشارع. بس شفتك بس خليني اكمل شغله. الله يخليك. اسف. هاي اول مره انزل للشارع تراني. صدق والله؟ اي والله العظيم. هاني هم اول مره العز. ما شايفك يعني. انت ايش تشتغل؟ انا مندوب مال جقاير يعني. ايوه انا اشتغل بقناه، شنو الربط بيناتنا؟ لا عاد بشرفك يعني بشرفك هسه انت جبت هاي الغمدان جقاره. الغمدان المفروض يعني واحد خز المسبع فيقول له باح هذا غمدان سبع. اها. هاي هيك تجي. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. بعدين انت شو تدخن؟ حبيبي انا ما ادخن. هتدخن؟ فاحنا ايش نريد نقول؟ احنا نريد نسالك سؤال. يعني بعد شو اسوي بكم داعش حتى تدخنون؟ بس قل لي. حبيبي الله يخليك، هذا تسجيل ما اقدر كل ساعه اقطعاني. ما اقدر كل ساعه. والله العظيم صح. فاحنا نريد نسالك عن هاي المواضيع.
حتى انت تجاوبنا بشفافيه باعتبارك مواطن مثل باقي المواطنين. اي استاذ اذا مواطن ومثل المواطنين هاي جوجاير سومر منتج وطني، لو شنو انتم ضد الوطن؟ هذا خلصان حتى باع شلون يمشي بالسوق؟ حبيبي اني ما ادخن اصلا لان عندي ربو. حبيبي عندك ربو؟ اي على راسي، بس هاي خذ جوجاير. مثل ما شفت الخطه الامنيه اللي صارت بالفتره الاخيره المسؤولة عنها وزارة الداخلية. أستاذ حبيبي أي شيء تحتاجه بوزارة الداخلية يمي، توفيق أبو شهاب يمي. شنو توفيق أبو شهاب؟ أبو شهاب أحمد معروفة. حبيب قلبي لعد هي الوشاش منطقة بشرفك. ليش مو منطقة؟ يعني أنا أعرف الوشاش الله يذبه بالنار لأن الوشاش. لا بالله. إيه نرجع لوزارة الداخلية. أوقف لحظة، أنت قلت عندك عرف بوزارة الداخلية؟ إيه عندي. شنو العرف مالتك؟ جبار صديقي. جبار هذا وكيل شنو وزير شنو؟ لا لا حبيبي تسمع مني، مسؤول قراج وزارة الداخلية، وحتى أكون دقيق وياك مكنك على مكتب الوزير. هو مكنك على مكتب الوزير؟ يعني أي شيء تحتاج أنت. باسورد مال الوزير هذا كله موجود يعني. موجود. شكرا جزيلا قلبي. شكرا حبيبي. ممكن نكمل لو لا؟ أنا يعني. آسف والله العظيم صحيح، ويقول لك شعب العراق ليش يدخل؟ مشاكل وزارة الصحة امتدت إلى أبعاد بعيدة، يعني تخيل لزموا دول طلع بفساد للربو للدوالي اذا سامع مرض. استاذ الله يخليك بشرفك، الدوالي مرض، الدوالي المفروض مثلا المصيف بسليماني يترهم. عليك داعت هذا الجناس والافلاك، عفنا نشتغل. والله العظيم عفنا نشتغل. والله ويقول لك الشعب العراقي ليش يدخل؟ عندي استعداد اكتب لك دارمي على البنطلون بس عفنا نشتغل. هاي بجامه استاذ. اي شيء بس خلص منه. حتى اكون دقيق فيها. خلصنا الله يخليك. اسف اسف. احنا في قناتنا قناه العائله العراقيه نحاول نقدم كل هاي التفاصيل حتى نسعد العائلة. أستاذ أنتم يا قناة هنا بغداد يعني ويا شهد؟ عيب هذا الحكي أستاذ، ما يصير تسألني بهالطريقة أصلا. أنا آسف والله العظيم صح. خلينا نكمل اللقاء. والله العظيم صح يعني. عيب لو مو عيب؟ عيب، أنا المفروض ما أتدخل. مو؟ صح. بس أستاذ هي عندها فيس؟ يعني أكيد عندها فيس، وأرجوك لا تسألني هالأسئلة. يعني نروح دور بالفيس تلقاها. صحيح والله أنا آسف، والله العظيم صح، أنا كلش آسف. آسف. يعني صرت تسألني بس أسألك هذا السؤال؟ يعني من حقك تسألني هذا السؤال؟ أبد مو من، أنا غلطان يعني صدق مو من حقي يعني أسوي تصرفات. آسف آسف كمل. آسف. راجع أبياتك. صح. زين الانستغرام مالتها إيش قد يعني متابعينها يعني تضيفها وهيج؟ ها تريد الرقم؟ لا عزيزك يا مسج؟ لا أستاذ ليش ماخذ رقمي ورقمه يكون تبادل وهذا؟ لا مع الأسف عليك أنا آسف كمل أو أعتذر أنا المفروض. لا بس يعني أسألك مرة ثالثة يصير تسألي كذا سنة تاني؟ لا المفروض غير صراحة. أخلاقا يصير؟ لا أخلاقا ما يصير، وأنا يعني اكتشفت ما عندي أخلاق بهاي اللحظة بعد ما تتكرر خلاص ها هي. فإحنا إيش راح نسوي؟ بس أنا حافظ لها شعر. شنو الشعر؟ والله تعال تعال قوله تعال. شعر؟ تعال تعال روح أنت روح. تعال بس أغنية أنا كلش أحبها. إيش تقول؟ راح حبيت غيرك أنت ما تفيد. تفضل أستاذ أنت هذا قدامك الكاميرا، تعال هنا، تعال هنا قدامك هاي الكاميرا قول الشعر. أنا ما أبي أشتغل أصلا. جقارة ما تريد؟ لاك شو ما أريد. زين وشهد شنو موضوعها؟